جروس موت، السلام عليكم. درسنا النهاردة في الرحلة الطويلة بتاعتنا اسمه المقاطع المنفصلة والغير منفصلة. ايه يا فراودة، انت هتجننينا؟ شوية تقولي لنا افعال منفصلة وشوية تقولي لنا افعال غير منفصلة، ودلوقتي تقولي لنا افعال منفصلة وغير منفصلة. في شوية مقاطع كده مشتركة، احيانا بتنفصل واحيانا ما بتنفصلش. طب احنا نعرف منين يا فراو حضرتك تحفظ الفعل بمعناه وتعرف، لان المعنى هو اللي بيفرق والطبيعة بتاعته في القواعد في النحو، يعني لازم تعرفه بمعناه عشان بمعنى بيبقى منفصل او بمعنى تاني بيبقى غير منفصل، فحضرتك لازم تحفظه. تريمبارة اند اون تريمبارة بريفيكسة، المقاطع المنفصلة والغير منفصلة، مقاطع منفصلة وغير منفصلة في نفس الوقت. ايه هي المقاطع دي؟ دي بريفيكسا المقاطع، دوش، هينتر، اوبر، اونتر، فول، فيدر، فيدر، فيدر وفيدر. كونن تريمبار اند اون تريمبار زاين، ممكن يكونوا منفصلين وغير. اول فعل مثال عندنا sich wiederholen، wiederholen يردد او يكرر، واحنا بناخده احيانا بمعنى يراجع على ماده او يستذكر ماده وكده. هناخده في البريتيرتوم وفي البرفكت. في البريتيرتوم wiederholt sich وما بينفصلش، اهو هو هنا الفعل ده غير منفصل اون تريمبار، يعني المقطع wieder اهو جه اون تريمبار مع فيرب اهو. وهات sich wiederholt في البرفكت، هات wiederholt ما خدش جه لانه مش منفصل. ايش wiederhole mich nie، انا ما بكررش نفسي. فعل تاني wiederholen يسترجع او يسترد، يرجع حاجه يسترد حاجه، ده بينفصل اهو wieder بينفصل هنا في مع المعنى ده. holte wieder في البريتيرتوم، hat wieder geholt في البرفكت. ايش hole mein، ايش hole sorry entschuldigung، ايش hole mir mein auto wieder، انا رجعت عربيتي او استرجعت عربيتي استرددتها. تاني فعل معانا النهارده umgehen، المقطع umgehen تحايل او تجاوز، الماضي بتاعه البريتيرتوم umging، وده يدينا معنى ان هو غير منفصل المقطع معاه اهو. hat umgangen، hat umgangen البرفكت بتاعه. ايش umgehe das problem، انا تجاوزت المشكله. اللي فات مش منفصل، دلوقتي هنتعامل معاه كفعل منفصل ومعناه يتعامل مع. umgehen يتعامل مع، البريتيرتوم بتاعه هيبقى ging um، البرفكت بتاعه هيبقى ist umgegangen اللي احنا متعودين عليه. er geht mit Kindern gut، Kindern gut um، هو بيتعامل مع الاطفال كويس جدا، تحس انه طفل معاهم. تالت فعل معانا النهارده überzeugen يقنع، المقطع über هيجي هنا غير منفصل، überzeugt في البريتيرتوم، hat überzeugt في البرفكت. بايشبيل مثال du hast mich überzeugt، انت اقنعتني، مقنع جدا. über وهو منفصل sich überlegen يعني يغطي، sich überlegen يغطي، legt über ده البريتيرتوم، hat übergelegt البرفكت بتاعنا. hat sich eine Decke übergelegt، هو غطى نفسه بالغطا. انا نسيت ده الفعل اللي كان معانا، المقطع durchführen، durchführen يعني يتم او ينجز او يعدم، ينشنق حد وخلصنا منه. führte durch في البريتيرتوم، hat durchgeführt في البرفكت. يبقى فيرت دوش في البريتيرتوم، هات دوش جيفيرت في البرفكت، منفصل عشان كده حطينا جي، دايما البرفكت هو اللي يعرفك انه منفصل، هو البريتيرتوم استخدامه اسهل، يعني اقصد هنا هو مكتوب كده قبل البايشبيل. بايشبيل بقى دي بوليتساي فيرت مان دوش، البوليس اعدم شخص، راجل، راجل مش شخص. الفعل الجاي معانا دوش ليبن، دوت غير منفصل اون تريمبار، عاش خلال ازمه، البريتيرتوم بتاعه الماضي البسيط دوش ليبت، البرفكت بتاعه هيبقى هات دوش ليبت مش منفصل. دوش ليبت زاين شمعتسه، هو عاش خلال الامه.
الفعل الجاي معانا فيدر، المقطع فيدر. فيدر شبيجل بيعكس شيء أو صورة. شبيجلت فيدر، فيدر ده في البريتيرتم. هات فيدر جشبيجلت في البرفكت، أهو انفصل المقطع المنفصل، بينفصل في البريتيرتم، بينفصل في البرفكت، بينفصل في البريزنس في الجملة، ويجي في آخر الجملة خالص. فاكرين طبعا الترمبارن فيربن. داس فاسر، داس فاسر شبيجلت اونس فيدر، المية عكستنا، عكست الصورة بتاعتنا. دلوقتي بقى هيجي لنا غير منفصل، أنت غنبار فيدر روفن، يلغي حاجة. حد يكتب كده في الكومنت، كنا واخدين يلغي قبل كده مع تالتة ثانوي في الأبيتور، يعني ايه يلغي؟ في فعل تاني خدمه. فيدر ريف في البريتيرتم، في البرفكت هيبقى هات فيدر روفن. البايشبيل فيها فيدر روفن اينن ترمين، احنا لغينا الميعاد. ما ننسيش سبسكرايب تايلن اند جفعلت ميا، سبسكرايب شير لايك.